سودو ضخمة جدا، ولكن مع ربع سنوات خمس سنوات جفاف يعني أصبحت ما تفيدش المواطن في ماشو. احنا كنا نفوتوا نهائيا في سياسة تحلية مياه البحر. أعتقد بانتهاء مشروع هذا الخمس مشاريع تاع 300 ألف متر مكعب لكل مشروع شرق غرب وسط، نصل إن شاء الله إلى إنتاج ما يفوق 3,300,000 متر مكعب سنويا في الجزائر، وما أعتقدش أن فيه يعني دولة اللي فيها هذا الإنتاج تاع مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر. مشاريع هامة في المرحلة الأولى، المرحلة الاستعجالية الأولى بخصوص إنتاج 150 ألف متر مكعب من المياه تحلية البحر في ثلاث مواقع في الشرق الجزائر العاصمة، وهي برج الكيفان 10,000 متر مكعب، المنطقة الثانية هي المرسى بستين ألف مكعب يوميا، والمنطقة الثالثة المتواجدة في ولاية بومرداس كورسو بثمانين ألف متر مكعب يوميا. محطات هذه راح تنجز بصفة استعجالية وبطرق حديثة من شركات مجمع سوناتراك، وهي شركة لون جي سي بي، وكذلك شركة من مجمع كوسيدير وهي كوسيدير كاناليزاسيون.